ناموس هذا الشوط واهدى الى السيد محمد بن بطيس بتهانينا والف مبروك. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الافاضل، اسعد الله مساءكم جميعا بكل خير ومحبه وسرور. نحييكم في هذه الانطلاقات المسائيه في هذا ختام اشواط مسائي هذا اليوم، مساء التحدي، مساء الاثاره. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، مساء الشلفه الذهبية الفضية عفوا التي ذهبت مع تكريم للسيد عابر بن خلفان الهاملي، ويستاهل التكريم ابو محمد على فوز تكريم. انطلاقة اذا شوط الختام تمت منذ لحظات، هذا الشوط الخاص ايضا بالحول هنا لابناء القبائل ضمن الاشواط العامة في هذا المساء الجميل. هناك سيارة للفائز بالمركز الاول وجوائز نقدية قيمة لبقية المشاركين العشرة. نتابع هنا الصدارة، نتابع المقدمة، نتابع نشرة لمبارك بن زايد بن محمد الخيارين. مرحبا بنشرة بهذا الانطلاق الجميل بقيادة سالم بن جار الله المكسور من تأتينا على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني وثاني المنطلقات في هذه اللحظات. والانطلاق هنا من الذيبة لسعيد بن راشد بن حبيبة المري، وعلى المركز الثالث القادمة هنا في هذه الانطلاقة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، قطنا قطنا لسعيد بن عبد الهادي الشهواني من تأتينا على المركز الثالث، وفي المركز الرابع تأتي هنا بهذه الانطلاقة شرق الخميس بن عتيق بن يمعة الرميثي من تأتينا رابعا، وفي المركز هنا 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 الصدارة، هنا المقدمة، هنا المركز الأول. يا سلام، إذن اليافل، اليافل على الصدارة، اليافل على المقدمة، اليافل على المركز الأول، اليافل 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 لسيد حمد بن ضعيف بن غدير الاكتبي، نزع على ثاني المراكز، نزع على ثاني المراكز للسيد سعيد بن محمد بن زايد الخيارين. قطنا قطنا من تاتينا على ثالث المراكز، قطنا العبد الهادي بن سعيد بن عبد الهادي الشهواني من تاتينا على ثالث المراكز. ثلاثيه جميله، ثلاثيه متميزه. الكالو 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 مثل الاخير الاخير، المركز الرابع تاتينا براقة علي بن حمد الهداء ابو شريده، والقادمه من الجانب الاخر القادمه الظبي لسعيد بن حمد بن مبارك المهاري من تاتينا على المركز في هذه اللحظات الخامس، وتتسلل الى الثالث الثالث. وصلة مثيره مثيره مثيره، ناصر بن مغير بن سالم العميمي ايضا باول مدى ما شاء الله. السلام، وهنا الوصول من بديعه مصر بن مبارك بن مصر الشهواني قادمه، ولكن اليافل على الصداره، اليافل على المقدمه، اليافل على الفوز، اليافل على الناموس، اليافل بالتحدي، اليافل بالإثارة. ها هي اليافل، الحمد بن الضعيف بن غدير الاكتبي تنطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، الضبي في المركز الثاني، لسعيد بن حمد بن مبارك المهيري من تأتينا على ثاني المراكز. رعم طيلة، رعم طيلة يتواجد مع الضبي، والله الله الله، الضبي واليافل، اليافل والضبي في تحدي، في صراع، في تحدي، في صراع. السلام لأهالي مرغم، سلام مرغم، سلام على هذا الأداء الجميل. تهانينا تهانينا لسيد حمد بن الضعيف بن غدير الاكتبي، والتهنية أيضا للضعيف بن حمد بن غدير الاكتبي على هذا الأداء الجميل. ولحظة وصول اليافل إلى خط النهاية، قولنا الفوز، قولنا الناموس. تهانينا الضبي في المركز الثالث، سعيد بن حمد بن الخيري المركز الثالث، الإجزاعة لسعيد بن محمد بن زايد الخيارين مثيرة في المركز الثالث، ناصر بن غير بن سالم العميمي المركز الرابع، المركز الخامس بديعة مسفر بن
مبارك من مصر الشهواني من وصلت على المركز الخامس مشاهدينا الكرام. هذه هي المراكز الأولى، واعذروني لأن الندى للخمسة، المراكز الأولى عن الخمسة المتأخرة. نعود هنا مشاهدينا متابعينا الكرام لحظة وصول إذن الياف المعلنة الفوز، معلنة الناموس، معلنة التحدي. تهانينا تهانينا والناموس على هذا الأداء الجميل. السيد حمد بن الضعيف بن غبي الاكتبي 12 دقيقة 51 ثانية، ثلاثة من الأجزاء من الثانية وتوقيت الزمني. والسلام لأهالي مرغم الضبي في المركز الثاني، وقدمت أشكر عليه ب 12 دقيقة 52 ثانية، سبعة من الأجزاء من الثانية. تهانينا لسعيد بن حمد بن مبارك المهيري، شكرا يا رعم طيلة على هذا الأداء. نزاعة كان من نصيبه ثالث المراكز ب 12 دقيقة 54 ثانية 48 جزء من الثانية. تهانينا لسعيد بن محمد بن زايد الخيارين. هكذا ناتي نحن هنا إلى ختام أشواط هذه الأمسية التراثية الجميلة، ولكن يبقى